السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نوجد معكم خضره معمره بالكفته. كنشدوا البطاطا كنخويوها على هذا الشكل. هذا نحتاجوا الدنجال، حتى هو كنديروا نفس الطريقه. خيس حتى هو نفس الطريقه. نحتاجوا القرعه حتى هي كنخويوهم كلهم كنخويوهم من الداخل. وغادي ندوزوا ان شاء الله نوريكم بعدا المقادير هما الاولين. غادي نحتاجوا البصله، البصله مشلضه مزيان على رقيقه. غادي نحتاجوا البيضات، جوج ديال البيضات. غادي نحتاجوا شويه ديال الكفته، الملح على البزار، الزيت، وغنحتاجوا جوج عواد ديال القرفه، وغنحتاجوا الفرماج احمر للتزيين. ونبداو على بركه الله. غادي نديرو البصله هي الاولى. غادي نديرو البصله، غادي نديرو معاها جوج عويدات ديال القرفه. ديرها ساهله البنات، كتجي ساهله بزاف. وغادي نديرو شويه ديال الملحه، وما نكثروش الملحه على حساب الفرماج تيكون مالح. غنديرو غير شويه. غنديرو شويه ديال الابزار باش كيبان لكم. وغادي نديرو شويه ديال الزيت نباتيه. وصافي، وغادي نديرو هاد التقله. ودابا غادي نوريكم كيفاش غادي نعمر هاد الخضره. غادي نديرو الكفته. غادي نديرو الكفته، غادي نديرو جوج بيضات، الكفته البنات راه فيها العطريه. غادي نحتاجو نديرو شويه ديال الابزار، نديرو شويه ديال الملحه، وغادي نخلطو. انا غادي نخلط كيفين نوريكم. كنخلطو مزيان هاد الكفته مع البيض، كتجي هكا. هادي راه فيها البنات فيها حتى الربيع، الصفار ومعدنوس، كتجي على هاد الشكل هذا بحال هكا. هاد البيض هو اللي غادي يجمع لينا البنات الكفته، باش ما كيخليش الكفته تخرج لينا من الخضره. وغادي نبداو البطاطا البنات، راه مازال خضرا ما مسلوقه لا حتى شي حاجه. وغادي نبداو وغادي نعمروها على هذا الشكل هذا، هانتوما كتشوفوا. نعمروها مزيان، كنعمروها بحال هكا وكنحطوها. هانتوما ندير خيصو، ندير لكم حاجه كل حاجه من شكل. وغادي نحبس. ها انتم البنات حتى نكمل وغادي نعاودو نطلقها. ها انتم كتجي جديده بزاف وكتجي خفيفه. ها انتم البنات كتجي هكا. وغادي نديرو الباذنجان حتى هو. اختياس يبقى لكم، اي خضره كتعجبكم يمكن لكم تعمروا بها هاد الجزائر. هي عمرات البنجاله، هي عمرات. وغادي نكمل انا، غادي البنات نكمل ونعاودو نتلاقاو من بعد ما نكمل الكميه كلها. نعاودو نتلاقاو البنات من بعد ما تشحرات البصله، كتولي على هاد الشكل هذا كنتما كتشوفوا. كتذوب هاديك البصيله، هانتوما شفتو كيفاش كتجي؟ تجي بهاد الشكل هذا.
ودابا غادي نبداو نسطفو البنات بالخضره. هانتوما شوفوا معايا غادي نبداو نسطفو. غادي نديرو خيزو هو الاول هو التحتاني البنات. كنكملو على هاد الشكل هذا. كنديرو خيزو كله البنات هو التحتاني. كندير الفنجان ومن بعد كنسطفو البطاطا وهاديك القريعه وغادي نكملو على هاد الشكل هذا. كنحطو بطريقه عاديه البنات عشوائيه كيف ما حطيناهم هكا. هانتوما البنات شفتو. غادي ندير ليهم كاس ديال الماء. كاس ديال الماء البنات لان راه هي كطلق الماء. شفتو كتجي على هاد الشكل هذا. معرفتش واش كيبان لكم الماء ولا ما كيبانش لكم البنات. دابا غادي نسد عليها واحد 10 ديال الدقائق البنات. تقريبا 10 ديال الدقائق. المهم على ما طيب الخضره كل واحد كيعرف القياس ديال على ما طيب الخضره. وغادي نعاودو نطلقها من بعد ما طاب البنات. انا جات باش نوريكم الشكل ديالو كيفاش كيجي. كيجي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. مريقه خفيفه ما فيهاش بزاف ديال هذا المرقه بزاف. ودابا غنوريكم اشنو غادي ندير ليه. دابا غادي نهزو البنات غادي نهزوهم وغادي نسطفوهم. ما غادي ندهنوهم ما حتى شي حاجه البنات لان فيهم لاصوص المرقه ديالهم. غادي نسطفوهم البنات راه ما كيتعجنو ما شي حاجه. هانتوما كيفاش كيجيو. البطاطا حتى هي كيفاش كتجي. انا غادي نقطعهم البنات نوريكم كلشي عاد نديرهم يطيبو في الفران. وشوفو البنات خيسو تا هو راه حتى هو طاب. راه كلشي الخضره طايبه البنات. هذوك العويدات تلقى في البنات كيجيو بنان كيطلقو واحد المذاق زوين. ما تحضروهمش تقولو مع الخضره ولا قفه ما غتجيناش مع الخضره. بالعكس كتجي زوينه بزاف. كنتمنى تعجبكم. نجات هو ها هو كيفاش كيجي. سمحوا لي البنات تقطع لي الفيديو من بعد ما درت ليها الفرماج. دابا غادي ندخلها للفران وغادي نعاود نطلقها. من بعد ما خرجتها البنات من الفران داب عليها داك الفرماج وتحمرت شي شويه. دابا انا غادي نوريكم نقطع لكم شويه نوريكم الشكل النهائي ديالها. هانتوما البنات كيفاش كتجي. غادي نقطع لكم شويه باش تبان لكم. كنكون شويه من البطاطا هانتوما البنات وفيها مازال فيها مريقه. كتجي لذيذه البنات بزاف. هانتوما شوفو كيفاش كتجي. تجي كفيته هنا عامره طيب على هداك الفرماج. كتجي زوينه بزاف. كنتمنى البنات ينال الاعجاب ديالكم وتشتركو في القناه وتبداو تشجعوني الى عجبكم هاد البنات هاد الفيديو. كيف ما قلت لكم شاركوا في القناه وديروا لايك. وبسلام عليكم البنات ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد وصفه جديده ان شاء الله. وكنشكر البنات اي واحد دخل هذه القناه وشجعني او شاهدها. شكرا لكم بزاف البنات اللي كتفرحوني بزاف. شكرا لكم وبسلام عليكم ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. سلامه.